بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثامن في مادة التربية الإسلامية، ومعنا اليوم درسا جديدا بعنوان تلاوة سورة الكهف من الآية 19 إلى الآية 24. يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تتلو الآيات من الآية 19 إلى الآية 24 من سورة الكهف تلاوة سليمة. الهدف الثاني أن تبين معاني المفردات الواردة في الآيات بيانا واضحا. ولا تنسى عزيزي الطالب أن تقرأ الآيات من الآية 9 إلى 18 من سورة الكهف تلاوة سليمة، وهذه هي الآيات للاستذكار، فهيا بنا نستمع إليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
فبعدما استذكرنا الآيات عزيزي الطالب، هيا بنا ننتقل إلى الهدف الأول معنا، وهو أن تتلو الآيات من الآية 19 إلى الآية 24 من سورة الكهف تلاوة سليمة. وهذه هي الآيات، ويمكنك الرجوع إلى الQR كود الموجود عندك في أعلى الصفحة، أو تستخدم الماسح الإلكتروني من جوالك لتستمع إلى الآيات وتردد خلفها. فهيا بنا نستمع إلى الآيات في تدبر وخشوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ما أجمل هذه الآيات عزيزي الطالب، وأنصحك بأن تعيد الفيديو مرارا وتكرارا وتقرأ خلف القارئ حتى تجود وتحسن قراءتك. والآن مع الهدف الثاني معنا، وهو أن تبين عزيزي الطالب معاني المفردات الواردة في الآيات بيانا واضحا. هذه هي الآيات ومعنا بعض الكلمات والتركيبات الواردة في الآيات نريد أن نبينها.
قال تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. يرجموكم، ماذا تعني كلمة يرجموكم؟ نعم أحسنت، يقتلوكم. والمعنى إنهم إن يظهروا عليكم يقتلوكم. قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم. أعثرنا عليهم، ماذا يعني هذا التركيب أعثرنا عليهم؟ نعم أحسن، أي أطلقنا قومهم عليهم فعرفوا وعلموا مكانهم. أي وكذلك أطلقنا قومهم عليهم ليعلموا مكانهم وليعلموا أن وعد الله حق. قال تعالى: ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب. رجما بالغيب، ماذا تعني كلمة رجما؟ أي ظنا. قال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. فلا تمار، فلا تمار، ماذا تعني فلا تمار؟ هذا التركيب ماذا يعني؟ نعم أي فلا تجادل، والمعنى فلا تجادل فيهم إلا مراء إلا جدلا. فلا تجادل فيهم إلا جدلا. أحسنت عزيزي الطالب، هيا بنا نقوم بحل هذه الأسئلة. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: ما المقصود بكلمة يرجموكم في قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا؟ يرجموكم، هل بمعنى يضربوكم أم يؤذوكم أم يقتلوكم أم يأخذوكم؟ كأني أسمعك تقول يقتلوكم. أحسنت، بالفعل إجابة صحيحة. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: ما حكم لام لفظ الجلالة الله في قوله تعالى أن وعد الله حق؟ أن وعد الله حق، ترقيق أم تفخيم أم إخفاء أم إدغام؟ يمكنك الرجوع إلى الفيديو الأول الذي شرحنا فيه أحكام تجويد لام لفظ الجلالة الله. نعم أحسنت، إنها تفخيم. لما؟ لأن لام لفظ الجلالة الله سبقها فتح فتنطق أن وعد الله. وعد الله تفخم لام لفظ الجلالة الله. أحسنت عزيزي الطالب. عزيزي الطالب، هذا تكليف عليك، قم بالبحث على الشبكة العنكبوتية الإنترنت عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. وفي النهاية عزيزي الطالب، حاول أن تستمع إلى الآيات الكريمة من سورة الكهف من مقرئك المفضل وردد خلفه لتحسن تلاوتك، ثم قم بتسجيل تلاوتك واكتشف الأخطاء إن وجدت. ولا تتردد عزيزي الطالب في التواصل والتحاور مع معلمك في كل ما أشكل عليك والاستزادة من علمه. وفي النهاية أشكرك عزيزي الطالب على حسن الاستماع والإنصات، وإلى اللقاء في الدرس التالي. وفي النهاية نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته.